تتواصل عملية إجراء صفقة تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة والأسرى لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق الهدنة، حيث سلمت حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل إلى الصليب الأحمر من جنوب غزة. وأعلنت حركة حماس أنها أفرجت عن محتجزتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية، وذلك خارج نطاق صفقة التبادل. من جانبها أوضحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المحتجزين الذين أفرجت عنهم حركة حماس اليوم هم 7 سيدات و5 أطفال.